للمقال الصحفي بصمات لا تمحى، فالمقال قد يفتح أحياناً أبواباً لا تغلق، يشاكس من خلاله الصحفي كثيراً. قد يتفق معه غالبية الناس ويختلف معه أيضاً طائفة أكبر من ذلك بكثير. المقال هو وجهة نظر ورأي، هو هم الكاتب ورأيه الذي قد يعبر فيه عن ما يدور في ضمائر الكثير من الناس. بكل سرور ندعوكم لتشاهدوا هذا العرض السريع للفائز بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية عن فئة المقال الصحفي. المقال لازم تكون مستلهمة من خدمة الوطن وخدمة المجتمع. عندنا قضايا وطنية لازم احنا نكون ككتاب رأي مواكبين لها في الحديث عن منجزات وطننا، عن الدفاع عن وطننا، وفي الخدمة المجتمعية او ككاتبة رأي اكتب في المواضيع اللي تخص المجتمع. مشاعري مشاعر جداً، مشاعر فرح، مشاعر امتنان، مشاعر فرح بإني أنا قدرت أصل لهذا المكان، مشاعر امتنان لله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً أنه مكنني من أني أصل أو أبلغ غاية أنا أريدها أو أني كنت أتمناها، امتنان للقائمين على منتدى الإعلام السعودي، جهودهم هذه يخلونا نتنافس لنبدع أكثر ونعطي أكثر لوطننا ولمجتمعنا. يكرم الفائزة بالجائزة في هذا المسار الأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، يكرم الأستاذة تغريد الطاسان.